السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم إخواني في درس جديد على قناتكم استفهام عام. العديد منا يستعمل تطبيقات وبرامج ومواقع في غالب الأحيان تكون مضرة بنا وقد تنتهك خصوصيتنا، وفي العديد من الحالات قد تتسبب لنا في مشاكل لا بداية لها ولا نهاية. لذلك اليوم سأقدم لكم طريقة سهلة جدا يمكنكم أن تتحققوا بها من أن التطبيق أو الموقع أو أي شيء آخر تريدون تحميله خالي من البرامج الخبيثة التي تهدد خصوصياتكم. فأول موقع سوف نتحدث عنه هو virustotal.com. هذا الموقع استعماله سهل جدا، فما عليك سوى أن تذهب إلى فايل ثم تنقر على هذا المكان، ثم نختار البرنامج الذي نريد أن نتحقق من سلامته. فمثلا سوف أختار Publisher Rocket، هذا برنامج خاص بأمازون KDP. ثم أقوم الآن بتحليله. وبسرعة الآن البرنامج وقام بإعطائي بأن النتيجة صفر، يعني لا يوجد أي فيروسات. وكذلك هنا نلاحظ عندما تظهر لك النتيجة بهذا الشكل، إذن البرنامج خالي من أي مشكل، ويمكنك تحميله وتثبيته على أي برنامج خاص بك، حاسوب أو هاتف، دون أدنى مشكل. ثم يأتي إلى الموقع الثاني وهو كذلك metadefender.opswat.com. كذلك نفس الطريقة نقوم من هنا بتحديد البرنامج الذي نريد أن نستعمله. مثلا نقوم كذلك بتحديد نفس البرنامج ثم ننتظر قليلا. إذن كما تلاحظون هنا ليس هناك أي برنامج خبيث داخل هذا البرنامج. ثم هذا هو الموقع الثالث كذلك نوفيروس تانكس، كذلك نفس الطريقة. ورابعا كذلك هذا الموقع كذلك يقوم بسكان لأي برنامج نريد معرفة مدى سلامته. إذن إخواني كانوا هادو هما أربعة برامج التي أستعملها شخصيا، فإن ظهرت لك النتيجة سليمة فبالتالي فالبرنامج سالم وليس هناك فيه أي مشكل. إذن كان هذا هو شرح فيديو أو درس اليوم بكل بساطة. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب به ومشاركته مع الأصدقاء، وإن كانت هذه هي أول زيارة لك للقناة فلن تنسى دعمنا بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول. دمتم في رعاية الله.